هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا بون. جزائر معروف راي من كوبا، جزائر من كوبا، جزائر بلاد الخير، بترول وغاز حديد، يعني عطانا ربي شي اللي الناس تحسد فينا عليه، هم من حقهم يحسدونا عليه، ولكن واش درنا بيه؟ درناش تي جي في، درناش اوتوروت تصلح، اوتوروت درناها ما تصلحش، ديما محفرة ديما مكسرة تصب الشتا تد الغرقة، ما كاش فيها لي زير دو ريبو، ما كاش فيها يعني ويبدا القادر يعمر ليسونس في الطريق، طريق وجوه سالبة، ناش، كاش هابا طريق يعني كيما الناس، عندناش مسارح. عندناش قاعد سينما، عندناش يعني واحد الترفيه طبعا، عندناش يعني منشآت رياضية اللي تسمح لنا باش ننظموا تظاهرات دولية، الاستاد كي تبنى يتغلق باسكو ماناش قادرين نسيروه، وكان اللي يخافوا روحوا ندشنوه. ايه ملعب تيزي وزورة وجاهز السي، لا تيزي وزورة مغلوق، لا ملعب تيزي وزورة مغلوق، يسنى تبون باش يدشنو خايف، لانه تبون ما عندوش الحق يدخل تيزي وزور، يدخل بلاد قبائل، انه الشعب القبائلي ما صوتش عليه، نعم ما صوتش عليه، ما يدخلش تيزي وزور، وستاد بقى مغلوق، دونك البلاد هادي راهي تهلكت، كاين الناس في الخارج، فرنسيس كانوا، راهم في البارلمان الأوروبي، راهم في لي كونسي ريجيونو، كاين كذا، منهم سي زربيب. سي زربيب كريم نهار اللي تحكم وجوزو في الشرع وحكموا عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، لكن 3 سنين سجن ومنعوه 5 سنين ما يمارسش الحقوق المدنية، ما عندوش الحق يترشح، راجل والف راه جاب ميستا وقال هيا ونديرو جمعية مجلس عالمي تاع الجالية الجزائرية في الخارج، تفكر بلي راهو جزائري، مرحبا مرحبا، فكر راه جزائري، والجماعة اللي معاه تفكروا، وراحوا داروا سهرة كبيرة في باريس، هامليك المنقذين، هؤلاء سينقذون الجزائر، إي نعم، هادو باش ينقذوا الجزائر، إي نعم، هادو باش ينقذوا الجزائر. بارك الله فيهم، أمليك على سي زربيل، على الناس اللي حابين ينقذوا الجزائر، هذه في السهرات اللي داروها باش يعلنوا عن ميلاد هذا المجلس، وهادو علاش دار المجلس؟ يعني هذا قاعدين، قال هاتوا الباكي، إيه هاتوا الباكي، راه دراهم، موني. يدير لك يجي عبالك راح يدير لك حفلة هذاك في باريس، يكريو صالة ويديرو كدا ومنا وجايبين 200 ولا واحد كدا معزف عتروس باش يحطو من مكتوبهم، نو طونطون جبار، طونطون جبار، دراهم الشعب، قال هاكم. ومن بعد يفينونسيهم،
que normalement ممنوع le financement des associations françaises à partir d'étrangers. Dès l'ou là. Ou الجزائر بات. لو غدوة يكون عندنا مواطنين عاملين جنسية الفرنسية والجزائرية ويعملوا مجلس عالمي للجالية الفرنسية في الخارج ويأخذوا تمويل فرنسي واش يكون رد فعل الحكم في الجزائر؟ يكون رد فعل خيانة، دخل الحبس. تاع الراجل عنده راديو مسكين نخدمو هذا كبار افام هات عون الانترنت دايرو بنته بعثت له دراهم باش يخلص بها يخدموا معاه ولا قالوا هذا تموين خارجي هذا ولا تموين خارجي ودخل عليه الحبس ثم غدو راح يتمولوا جمعية فرنسية لأنه لو بي ناسيونال باش نتفاهم في بي ناسيونال لما تكون في الجزائر الجزائري ما بقيتش فرنسي القانون الجزائري اللي يطبق عليك لما تكون في فرنسا راك فرنسي والقانون الفرنسي يطبق عليك وهذو اغلبيتهم ما همش ميطا دي بي ناسيونال هذو كلهم كانوا فرنسيين هذا كما زربيت تروح تسيبو يحط لك ناسيوناليتي فرونسيز وكان منتخب في البرلمان وفي المجالس الجهوية والبلدية وكذا السيد عمره ما سمع بالجزائر ولا الجزائر سمعت به جامي الناس سمعت به ولما تمشي تروح الويكيبيديا ساعه الحال روح الويكيبيديا واش يقول لك كاش يقدموه يقدموه على اساس انه ميليتان سينديكال اي اسوسياتيف ان هوم بوليتيك ان كرونيكور فرونسي هاوريك وكل المسار تاعو داير في فرنسا ما شاء الله دار كارير بروفيسيونيل لونجاجمون بوليتيك وعمرو ما دار على الجزائر ولا سمع بالجزائر الى ان تم الحكم عليه قضائيا في 17 نوفمبر 2021 معني 3 سنين سجن مع وقف التنفيذ 80,000 يورو غرامة والحرمان من الحقوق المدنية لمدة 5 سنوات ممنوع يسير أي مؤسسة لمدة 5 سنوات وطبعا داولوا دار ديالو وكذا لو كونفيسكاسيون فالور سون دوميسيل مارسيلي بقيمة 109,000 يورو هنا سي خونا تفكر بلي راه جزائري مرحبا بصح خو ما تجيش تنقز علينا هكذا حنايا نكافف عصابة ولاد الحرام وانت راح تحط يدك في يدهم باش يعمرو لك يدك بشاك سخون لا عيب شو دير ديك بجماعتك عيب واش ديروا سي اونتو سكو فو فات سي اونتو باسكو فو فات سواز ان كونسي مونديال لا دياسبورا الجيريان كي با اتر فينانسي بار الجيري فينانسي بار الجيري سا دير كو مسيو زربيب با بينيفيسي دو بون اخر دان بون باكي كوم اون دي شي نو Bon paquet, c'est un paquet de billets de banque. Il ne le fait pas pour les beaux yeux des Algériens.
soi-disant vont faire du lobbying dans le monde. Il n'y aura aucun lobbying. Pourquoi faire un lobby? Pourquoi faire? Laisse dire lobby. Lobby de Zahiri. Qu'est-ce que dire lobby? يعني باش تأثروا على رجال الأعمال باش يجيوا يستثمروا في الجزائر؟ لا، الجزائر في الصح مش محتاجة استثمارات أجنبية، عندها دراهم، عندها دراهم. ساعدوا الشعب الجزائري يتخلص من العصابة تاع الأحلام، وي اللي نقولوا راكم صافيين، فوزيت سانسير. ايدي لو بوبل الجيريان سو ديباراسي دو سي فويو كي لي غوفيرن. De ce pouvoir illégitime à qui vous tendez la main. Évidemment, vous tendez la main pour qu'on vous graisse la patte. Tout simplement, c'est pour vous-même. C'est pour de sordides intérêts personnels. L'Algérie ne bénéficiera de rien. De toute façon, il n'y aura jamais d'investisseurs étrangers en Algérie tant que des voyous sont au pouvoir. C'est clair, net et précis. Donc, cadeau, j'ai une nouvelle Jazeera, on va nous mener à la SS Wataniyin. Et bonjour, le patriotisme. Adawin. Normalement, souffrez au Chabraoui de la chaîne. Ben, rentrez en Algérie, faites fuir la queue. Allez voir comment on fait un ministre, un ancien ministre, c'est permis d'émettre une opinion sur la politique gazière, s'est vu convoqué au siège de la sécurité intérieure et on lui a retiré son passeport. Et vous croyez que vous allez aider l'Algérie avec un pouvoir pareil? Vous allez faire du lobbying en faveur de ce régime? Jamais. Maintenant, si vos desseins et vos objectifs sont de nature à participer, à profiter de la manne pétrolière, sans avoir éprouvé la moindre compassion pour le peuple algérien, ça c'est une autre chose. C'est-à-dire que vous vous rangez dans le camp des ennemis de l'Algérie, parce que le pouvoir actuel est le premier ennemi du peuple algérien. Voilà. Donc, messieurs les sauveurs, restez là où vous êtes, c'est mieux pour vous. De toute façon, vous ne gagnerez rien. Ils vont vous donner un premier chèque, et puis ce sera l'échec. L'échec. Hein, l'échec. Voilà. ندوزو الى ايه مادام يهضروا قال لك يديروا اللوبينغ والاستثمارات وكذا منا حنا العصابه راهي توكن دراه مازالت تقمع في الشعب لحتى تحاسد الشعب حتى في الصباط ايه حازين الشعب حتى في الصباط درك شوفوا كيفاش بعد الفاصل.